بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، تحية طيبة وأسعد الله أوقاتكم، أحييكم أينما كنتم، وبرنامج تراثنا. اليوم نتحدث بموضوع ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خطوة في التأسيس التاريخي، بما أنه نحن نقترب من ليلة 15 من شهر شعبان المبارك، وهي ليلة ولادة الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، بقية الله في أرضه وحجته على عباده. نبارك لكم مشاهدينا ولجميع المسلمين في العالم هذه الليلة والليالي المباركة التي نصل بها إلى ليلة 15، ليلة ولادة الإمام سلام الله عليه، سائلين العلي القدير أن يحفظه ويعجل بظهوره ويجعلنا من أنصاره وأشياعه ومن المقاتلين والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. نتحدث عن موضوع الحلقة اليوم، كما تعودنا أن نرحب بضيف البرنامج الكريم الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. نرحب بكم أستاذ كمال، والسلام عليكم. عليكم السلام وحياكم الله، مرحبا بكم. نعم أستاذ كمال، يكون المحور هو اليوم حول ولادة الإمام سلام الله عليه، خطوة في التأسيس التاريخي. كثير هي الدراسات في هذا الموضوع، لكن السؤال هنا عن إمكانية التأسيس التاريخي لولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تحية لكم وللمشاهدين الكرام، حياكم الله. طبعا هذا الموضوع معقد ومتشابك وأسيء استغلاله كثيرا قديما وحديثا، يعني في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام ظهر اسم محمد بن عبد الله بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى الجريح في كربلاء. وكان التنظيم العباسي السري في وقتها يدفع بهذه الشخصية إلى الأمام بمواجهة النظام الأموي على أنه المهدي الموعود. طيب. لأن اسمه محمد يقارن اسم الإمام سلام الله عليه، ولذلك أبو جعفر الذي لقب فيما بعد بالمنصور كان يقود هذا التنظيم، وكان وراء يعمل يعني سرا لتوجيه ضربات متتالية للنظام الأموي، مستخدما هذه الشخصيات من قبيل شخصية محمد بن عبد الله بن الحسن المثلث. نعم. وقد حذر الإمام الصادق في وقتها والده أنه ليس المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك كان خلاف بين الأسرتين، بين الإمام الصادق، يعني هذا الحديث يعود إلى زمان الإمام الصادق سلام الله عليه. نعم نعم نعم. وأبو جعفر المنصور بعد قضائه على محمد بن عبد الله المعروف في وقتها بالنفس الزكية في ثورته في المدينة المنورة، طبعا أخوه ثار في البصرة بعد ثورة أخوه محمد في المدينة المنورة التي قمعت بقيادة عيسى بن موسى قائد الجيش العباسي في وقتها. نعم. ولقب أبو جعفر بالمنصور على أثر هذه الحوادث باعتبار أنه انتصر عليهم. نعم. طيب. المنصور أيضا يعمد إلى نفس هذه الخطوة، يعني يسمي ابنه محمد، والمنصور بالمناسبة اسمه عبد الله، ثم يزورون حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن اسم الإمام المهدي هو اسمه اسمي
واسمه أبيه اسم أبي، هذا طبعا حديث مزور. الحديث الصحيح وكنيته كنيتي من ولد فاطمة. نعم. هناك التاسع من ولد الإمام الحسين سلام الله عليه، والإمام الثاني عشر، وخلفائي اثنا عشر كلهم من قريش. هذا التوجيه وهذا يعني الذي قام بهذا التوجيه وبمحاولة في تغيير هذا المسار كان يعلم مسبقا بالأحداث التي تخص الإمام المهدي عجل الله. نعم، كانوا يعرفون ولديهم خلفية في هذا الموضوع. يعني السيد الحميري كان يقول بإمامة محمد بن عبد الله أو محمد بن الحنفية على أنه المهدي الموعود، وهو موجود في جبل رضوى، ثم انتقل القول بالأئمة الاثني عشر. على أي حال، أسيء استغلال قضية الإمام المهدي قديما وحديثا. أيضا الحركة البابية خرجت من رحم المهدوية، أسيء استغلالها وتطورت إلى البهائية التي انسلخت عن الدين الإسلامي باعتبار أنه الشريعة نسخت في مؤتمر بهدشت في شمال إيران. عقد هذا المؤتمر وأعلن رسميا أن الشريعة الإسلامية نسخت وستأتي شريعة جديدة من قبل الباب علي بن محمد الشيرازي، الذي كان في وقتها سجينا في قلعة من قلاع مدينة أردبيل. على أي حال، الدولة المهدية أيضا ظهرت في تلك الفترة في حدود سنة 300 و 320 أو قبلها. ثم تحالف القرامطة مع هذه الدولة، الدولة المهدية التي تغير اسمها طبعا إلى الدولة الفاطمية. والمؤرخ الحكومي كان يطلق عليها اسم الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي، بينما هم أعلنوا أنه الدولة المهدية نسبة إلى مؤسسها عبيد الله أول خلفاء الدولة المهدية في شمال أفريقيا. طيب، أسباب أستاذ كمال، أسباب هذا الظهور، هذه الحركات المهدوية التي الكل تدعي بأنها المهدي في ذلك الزمان وإلى زماننا هذا، إلى ما تعود أسبابها؟ هل لأن هنالك قاعدة أرضية مهيئة للانضمام للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ يعني هناك تطلع للخلاص للإنقاذ، وبالتالي الآخر يستغل هذا الخلاص وهذا التطلع. نعم، كما استغل علي بن محمد الشيرازي ومن وراء طبعا الأجهزة الروسية ثم البريطانية في دفع هذه الشخصية والإيحاء لأنها باب المهدي المنتظر، ولقبت هذه الحركة، ظهر اسمها طبعا البابية. طبعا هناك فراغ، هناك أجواء نفسية مساعدة. اليوم أيضا هنالك حركة قوية في العراق وقد تكون في العالم، حركة المولوية أيضا. نعم، حركة في نفس المولوية هذا الاتجاه. في هذا الاتجاه. نعم. وأيضا هناك أحمد بن الحسن الذي كتب عنه كتاب، أتصور الشيخ سماحة الشيخ الكوراني، دجال البصرة. هذه أيضا حركة ناشطة في خوزستان وفي جنوب العراق في البصرة تحديدا. هناك استغلال مستمر لموضوعة الإمام المهدي، يستغلون طبعا البسطاء، ولكن ليس فقط البسطاء، يعني هنالك حتى من الكوادر، من المثقفين، من الشخصيات أيضا تنضم إلى هذه المجموعات. يعني وإن كان هنالك العدد الكثير من البسطاء، ولكن عندما تبحث في هذه الحركات تجد حتى بعض في البداية حاملين الشهادات والأكاديميين. في رأيي هناك تطلع للخلاص، هناك أزمة نفسية، هناك شعور بالإحباط يجعل، وبالتالي ينطوي تحت هذه الرايات دون أن يبحث. في البداية انتماء عقائدي ثم يتطور إلى انتماء تنظيمي، تصبح يعني يصبح رقم هذا الشخص بعد انتماء إلى هذا التنظيم. وطبعا تأتي الدوائر الاستعمارية تدخل على الخط، إضافة إلى المصالح الشخصية. المصالح الشخصية أيضا تكبر ضمن هذا التنظيم. يجب أن لا ننظر مثلا إلى حركة داعش، ربما كان ظهورها عقائدي في البداية، لكنها تحولت إلى تنظيم سفاك للدماء. وهذا التنظيم تنظيم حديدي جدا، يعني لا يترك فرصة لمن ينتسب إليه بالخلاص أو الهروب. حتى تنظيم مجاهدي خلق مثلا، هذه
الذي يعرف بالمنافقين. هذا أيضا كان تنظيم سري في البداية، بدأ عقائديا ثم هناك تحول شيئا فشيئا إلى تنظيم سري. تنظيم سري على غرار تنظيمات، حتى غرار تنظيمات مثلا حزب البعث أو النظام أو الحركة الماسونية. هناك يعني تنظيم يحاول الحفاظ على أعضائه من الفرار، من الهروب، من التخلي عن هذه الحركة. في البداية تبدأ عقادية ثم تحول إلى كيان سياسي وكيان عسكري. قضية الإمام المهدي يجب أن نبحثها في ثلاث محاور. أولا الظروف التاريخية، أقصد ولادة الإمام المهدي، الظروف التاريخية التي اقتنفت هذه الولادة. نعم. وأيضا نأخذ بالنظر الاعتبار مسلسل البشارة الطويل الذي يمتد إلى حدود أكثر من 200 سنة. يعني بدءا من النبي صلى الله عليه وآله بشر بظهور الإمام المهدي من ولد فاطمة، والتاسع من ولد الحسين، وخلفاء 12 كلهم من قريش، وخلفاء 12، وأيضا هذا المسلسل الطويل. ثم نأتي إلى إشكالية موضوع الإمام، باعتبار الإمام المهدي هذه الشخصية كانت مطاردة ومطلوبة للحكومات قبل ولادته. يعني أنت إذا طالعت هذه الفترة التاريخية في حياة الإمام الحسن العسكري، وتحديدا سلام الله عليه، من سنة 254 يعني من رحيل الإمام الهادي وشهادته إلى سنة 255 ولادة الإمام. نعم طبعا أنا رأيي أنه ولادته أنه 256. نعم، لأنه الإمام أعتقد الإمام الحسن العسكري كلين يذهب إلى هذا الرأي، والشيخ المفيد أعتقد يذهبون إلى رأي 256. نعم هناك 258، ولكن المشهور هو 255. ولكن هناك مؤشرات قوية جدا على أن الإمام الحسن العسكري كان في هذه الفترة في السجن في زمن حكومة المعتز ابن المتوكل. هناك في خاصة في عصر الشيخ البهائي هذه الإشكالية طرحت، قضية شرعية تسمية الإمام. يعني حتى الآن لا يجرأ أحد باسمه الصريح. نعم بالاسم الصريح نتحدث. لا نتحدث أم نقول المنتظر. هنالك التوصيات المهدي سلام الله. نعم هناك تأكيدات تصريح باسم الصحيح. تصريح بعدم تصريح عدم تصريح في اسم الصحيح، لأنه لو عرفوا الاسم أذاعوه أو عرفوا المكان دلوا عليه. هذه التحريم في زمن الإمام الهادي سلام الله عليه وجه بهذا. طيب. صحيح، ولكن استمر حتى ألقى بظلاله إلى قرون تالية. يعني حتى في عصر الشيخ البهائي كان هذا الموضوع ساخن، هل يجوز أن نسميه باسمه الصريح أو نكتفي بالحجة والمنتظر والمهدي وهذه كنا وفي في 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 بغداد في تلك الفترة كان الوكلاء والسفراء يصفونه بالغريم. الغريم الناحية المطلوب. الناحية والغريم، هناك أسماء رمزية ترمز إلى الإمام. لا يقولون الحجة ولا يقولون المهدي المنتظر، أو يقولون المهدي الموعود أو المهدي المنتظر. أو حتى في زمان بعض الأئمة سلام الله عليهم كان يعرف عن الإمام بالعالم مثلا، يعني يقولوا في زمن السفراء على الأقل. نعم. كان إما الناحية أو الغريم. هذا مشهور جدا. وأقصد الظروف التاريخية تحديدا الحقبة السامرائية، يعني من سنة 220 للهجرة إلى سنة 270 أو بعدها بقليل. ينبغي دراستها لأن هذه فترة حساسة جدا. نحن لا نعرف الأسباب الحقيقية وراء انتخاب المعتصم لهذا المكان ليبني عاصمته الجديدة سامراء. طبعا المعتصم جاء إلى الخلافة بعد وفاة أخيه المأمون، وهذا طيب. الانتقال في الخلافة أيضا ملف فيه غموض كثير. يعني الدينوري يصرح أنه المأمون أوصى بالخلافة إلى ابنه العباس، لكن استلام الخلافة كان في منطقة في شمال الدولة،
وكان المأمون قد فرغ توا من اشتباكات مع الرومان، كانت الحدود ساخنة جدا. الرومان طبعا كانوا يشنون غارات وربما هجومات شاملة للتخفيف عن ثورة بابك الخرمي في شمال شرق إيران. كانت هناك ثورة قوية جدا استمرت 20 سنة، وسببت صداعا للخلافة العباسية واستنزافا اقتصاديا. بغيت التخفيف عن هذه الثورة وعن قلاح المحاصرة، شن الرومان هجوم كبير جدا، واضطر المأمون أن يقود الجيش العباسي وبنفسه ويشتبك مع الروم في تلك الفترة ويعيدهم إلى الحدود الدولية. طيب. كانوا يدخلون باستمرار ويحتلون قسم من الأراضي الإسلامية. هذه الفترة جديرة بالدراسة، يعني لحد الآن لا نعرف السبب الحقيقي في انتقال العاصمة. انتقال العاصمة، المعتصم قرر إفراغ المؤسسة العسكرية من الجنود والضباط العرب باستثناء عدد قليل جدا من الضباط العرب، كبار الضباط، والبقية سرحهم وأصبحوا أصلا جنود لثورة الزنوج التي نشبت أو اشتعلت في سنة 255. الأمور في زمن الدولة العباسية كانت تعود، حتى التحركات وما شابه التحركات وأنواعها كانت في بيد الأتراك، لم تكن في يد الدولة العباسية. نعم، المعتصم الأتراك الذين كانوا يحكمون في العراق. المعتصم استورد أو استقدم 250 ألف تركي، شاب تركي، وزوجهم من تركيات، وحضر قضية الطلاق مدة سنة، لمدة سنة على الأقل. منع الطلاق. نعم. وأسكنهم في ثكنات خاصة، يعني في محلات خاصة، ولذلك عرفت سامراء بالعسكر. لماذا؟ لأنها عبارة عن معسكر كبير جدا، يعني أنت تتصور 250 ألف تركي جندي في تلك الفترة، و 160 ألف حصان حربي في اسطبلات خاصة. النسيج العام للمدينة هو نسيج عسكري، ولذلك فشل هذا الاسم، سر من رأى لم يشيع، يعني لم يستمر. نعم، استمر اسم سامراء حقيقة، سامراء اختزال لي، ولكن في تلك الفترة تحديدا. نعم. الذي يذهب من بغداد إلى سامراء لا يقول أذهب إلى سر من رأى، أو لا يذهب ويقول أنا ذاهب إلى سامراء، وإنما يقول ذاهب إلى العسكر. ولذلك الإمام الحسن العسكري اكتسب هذا اللقب، لا لأنه كان يسكن في محل اسمه العسكر، وإنما المدينة بنسيجها العام كان ذات طابع عسكري. وتجد جنود الأتراك يذهبون، وطبعا هناك افتتاح للسوق. طبعا سرعة بناء المدينة كان قياسي جدا، يعني أسرع من بناء بغداد، يعني في زمن قصير جدا نهضت قصور الخلافة، جوسق الخاقاني، قصر الخلافة العام، القصر الوزيري، القصر العمري، وكلها بأوامر إلى الضباط الموجودين في تلك المنطقة التي دعيت بسر من رأى. ثم افتتحت الأسواق وبدأ الطابع المدني شيئا فشيئا ينمو، يدخل إلى المدينة. نعم. طيب. هذه الفترة جديرة بالدراسة، يعني المعتصم قرر نقل الخلافة إلى من بغداد إلى سامراء. وأنت ترى الخريطة، الخرائط، القصور السامرائية خرائط رومانية، وقسم وأحد مرافقها الأساسية، السرداب. إذن السرداب ليس أسطورة في قضية الإمام المهدي، دخل السرداب ولم يخرج. نعم، دخل السرداب. نعم، كان الأئمة الإمام الهادي يتعبد. هناك خطوة جديرة بالملاحظة، أنه بعد وصول المتوكل إلى الخلافة، طبعا المعتصم توفي سنة 227، جاء ابنه الواثق، استمر المعتزلة بالحكم، ثم حدث فشل أخلاقي لهذا المذهب في إدارة شؤون الدولة، وبعد وفاة الواثق جاء إلى الحكم
المتوكل جاء به الضباط الأتراك تحديدا. إذن الأتراك كان لديهم نفوذ كبير جدا بعد وفاة المعتصم، كانوا يتحكمون بمفاصل الدولة، هم القادة الكبار. نعم. يعني رئيس الجهاز السري الذي كان يلعب أو يؤدي دور مسرور الخادم في حكومة الرشيد، طبعا مسرور الخادم ملف سري من يعني ملف أسرار، يعني قضية نكبة البرامكة لا يعرفها، حتى أقول أنا لا أعرف عنها أي شيء، لا نعرف قرار الرشيد في الانقلاب الذي حدث على البرامكة. نعم. تصفيتهم. نرى شخصية غلام تركي اسمه إيتاخ يتولى هذا الدور، كان هو مسؤول هذا الجهاز. نرى شخصية بغى ووصيف، ولذلك يقول الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى، وصيف قائد عسكري تركي. نعم. وبغى أيضا شخصية من كبار ضباط الأتراك في تلك الفترة، يقول ما قال له كما يقول الببغة، هذا الخليفة العباسي في تلك الفترة. ولذلك نقول كانت الأمور في يد الدولة العثمانية. نعم كانوا يتحكمون. نعم. نعم. الإمام الهادي بعد استقدامه واستدعائه طبعا إلى سامراء سنة 234. طيب. في بداية أو مطلع سنة 234 هجرية، وإن كانت الرسالة جاءت مهذبة باعتبار لنظمها كاتب عربي بليغ جدا هو إبراهيم الصولي، نظم رسالة مؤدبة ومهذبة جدا لاستدعاء الإمام، استدعاء الإمام. طيب. ولكن مضمونها هو استدعاء قسري، يعني غير قال دعوة للقدوم إلى سامراء ولا تقبل الاعتذار. نعم يعني كانت، وطبعا بتحريض من زوجته اليونانية المتوكل التي لا يعرف اسمها، وإنما سميت بقبيحة لشدة جمالها على طريقة العرب في تسمية الشيء بضده. بضده نعم. الإمام يقوم بخطوة محيرة حقيقة بعد وصوله إلى سامراء، طبعا هناك حوادث مؤلمة جدا، عدم استقباله واضطراره للنزول في خان الصعاليك، يعني صحيح. مكان بائس جدا. يقوم بهذه الخطوة، يشتري قصر كبير جدا مساحته أكثر في حدود 16,000 متر مربع في سامراء. نعم. هذا القصر يعود إلى دليل ابن يعقوب النصراني، هذا مهندس كبير نصراني حقيقة مسيحي، هو اللي بنى القصور هذه وأشرف على المشاريع الجبارة في سامراء، من ضمنها القنوات الجوفية التي تمد المدينة بالمياه من دجلة. يعني سامراء في تلك الفترة قد تكون أكبر من سامراء اليوم مساحة. نعم. مساحة كبيرة جدا. كما الآن مساحة الكوفة التاريخية كبيرة جدا أكبر من مساحته الحالية. نعم نعم. يعني مساحتها بين مثلا الشرق والغرب أو الشمال والجنوب أكثر من 16 كيلومتر في تلك الفترة. سامراء أيضا، سامراء امتدت وتوسعت، ونرى المتوكل يأمر ببناء قصر كبير جدا في شمال سامراء على بعد 16 أو 4 يعني 4 كيلو أميال عربية، يعني مساوية إلى 8 أو 8 أميال تساوي 16 كيلومتر باعتبار الميل العربي يساوي كيلومترين. نعم. تحديدا هذا القصر الكبير، مع العلم أن الإمام الهادي كان يعيش حياة بسيطة جدا في ملبسه ومأكله، وعندما نظمت حملات اقتحام للقصر لم يجدوا أي شيء من أثاث القصور باستثناء الحصى، كان هناك حصى ومدرع من صوف، فراش من الصوف على الحصى، يعني لا توجد فيه تنافس ولا وسائد ولا أسرة ولا أي من أثاث القصور أبدا، بالرغم من هذه المساحة الكبيرة جدا. هناك أيضا مرفق أساسي وهو السرداب، وسنرى أن الإمام الحسن العسكري يقوم بفتح نفق بين السرداب وإحدى الحجر لترتيب مخبأ للإمام المهدي سلام الله عليه. يعني حتى عندما دخل الإمام الهادي سلام الله عليه إلى سامراء كان يخطط
كان يخطط بولادة اولا الامام اعتبر المهدي عجل الله نعم تعالى فرجه الشريف، والظروف كان كان يعلم الظروف يمهد، التي كان تحيط يمهد لظهور يمهد نعم الامام ولعزة الامام وايضا حتى غيبة الامام. حتى يعني غيبة كان الامام. استخدم نظام الوكلاء، كان يطلب من المراجعين او من قواعد الشعبية جميل الاتصال بالوكلاء فقط حصرا. جميل، نتحدث ونكمل حديث استاذ كمال بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ونعود اليكم. إننا نهواك يا إشراقة العدل المبين، يا ضمير الدين يا آمال كل العالمين. إننا نهواك يا إشراقة العدل المبين، يا ضمير الدين يا آمال كل العالمين. يا لسان نوح ولجميع وحساما كان في كف أمير المؤمنين. مولى الثأر مهدي كنت أفضل للأطهار، مهدي يوم كربلاء روح الكون، مهدي نعلن الولاء. ورد الصلاة أنت يا ألطف يا رحمة يا وجلودا، كل يوم عادنا يا كفي ورد الصلاة أنت يا ألطف يا رحمة يا وجلودا. نحن لولا كلمة كنا ولا كانت حياة، أنت يا ربان هذا الكون يا ملك النجاة. شوق النفس مهدي والحب غلا شهد الأنس مهدي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم والقسم الثاني من برنامج تراثنا، وأحييكم وأحيي أيضا ضيفي الأستاذ كمال. حياكم الله أستاذ كمال. كنا نتحدث عن الظروف التي أحاطت بسامراء قبل ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، هذا الموضوع ليس فيه معطيات تاريخية، أيضا معطيات جغرافية. يعني قصر الإمام الهادي هو الآن مركزه الشريف، صحيح. وأنت إذا لاحظت المسافة بين السرداب الذي هو في محور القصر عادة يبنى، نعم، وبين بيت وبين الإمام، مرقد الإمام الذي كان حجرة، نفس مرقد الإمام هو بيت الإمام، هو بيت الإمام، حجرة من حجر البيت. نعم، حجرة من حجر البيت، ستجد تمتد حدود 80 متر. فإذا أردنا أن نعرف مساحة الحقيقية لبيت الإمام هي مساحة كبيرة، لأنه بقية القصور مثل جوسق الخاقاني أو القصر الجعفري، بقايا القصور السامرائية الموجودة في تلك الفترة تشير إلى أن القصور عادة كانت كبيرة جدا، خاصة هناك مدخل كبير واسع، وهناك تفاصيل حول توصيفات الجوسق الخاقان. يعني عرض الباب أو عرض المدرج الذي يؤدي إلى الباب الرئيسي أكثر من 60 متر. لدينا أيضا حديقة خلفية، يعني بركة السباع، بركة السباع هذه المعروفة هي كانت في الحديقة في إحدى حدائق القصر. طبعا هناك السرداب استخداماته كثيرة، يعني الإمام الهادي استخدم السرداب للعبادة خاصة في فصل الصيف مثلا، اللي باعتبار يعطي البرودة مثلا. هذه الكلمة الفارسية أو المصطلح الفارسي السرداب يعني الماء البارد، سرداب، سرد وآب. آب طبعا باللغة الفارسية هي تعني الماء، سرد يعني البارد. مثلا رئيس الوزراء الزيات في وقتها كان يستخدم السرداب قصره للتعذيب، في أدوات للتعذيب خاصة التنور المزود بالمسامير، يقبض على بعض الشخصيات، ولكي تعترف على ما تكتنزه من أموال وما تملكه من أرصدة
يوضع في هذا التنور ولا يستطيع أن ينام، لأنه عندما يتكئ يجد المسامير تنغرس في بدنه إلى أن ينهار في التعذيب و يعترف ويسلم الأموال التي يكتنسها أو يملكها. طيب، السرداب إذن ليس أسطورة وليس خرافة وليس، وإنما هو جزء ومرفق أساسي من القصور السامرائية. نأتي إلى ولادة الإمام المهدي سلام الله. طبعا الرواية الإمامية تقول عن بشر بن سليمان النخاس، وهو رجل من الأنصار كان خبير بفقه الرقيق. طبعا فقه الرقيق كان فقه معقد جدا في تلك الفترة، باعتبار أن الرقيق ظاهرة الرقيق بعض الغارات كانت تتم على مناطق إسلامية ويتم سبي المسلمات لتباع في الأسواق، وهذا طبعا حرام. لذلك الأئمة كانوا يوجهون بتعلم فقه الرقيق. بشر بن سليمان النخاس الإمام يرسل عليه في سنة 252 هجرية ويطلب منه شراء جارية من بغداد بهذه المواصفات. الإمام الهادي. نعم الإمام الهادي. ويسافر. طبعا الرواية تذكر تفاصيل. نعم. أولا شراءها من مدينة بغداد، ثانيا أنها صرحت في الطريق أنها أميرة، يعني هي من نسل شمعون وصي السيد المسيح من الحواريين، وجدها قيصر. إذن تحرك على أساس هذه المواصفات التي أعطيتها. نعم نعم، مواصفات خاصة، حتى المبلغ الذي وضعه في المحفظة كان مبلغ محدد، هو طلبه. نعم. ووجده انه دقيق جدا بشرائها. نعم. على اي حال، السيدة التي ذكرت ان اسمها الصريح والحقيقي مليكة، قالت انها من جدها قيصر، حتى ان الامام الهادي عندما قابلها سلام الله عليه سألها كيف وجدت ذل النصرانية. هذا السؤال يبدو غريب جدا، هي أميرة لكن لماذا يخاطبها أنه كيف وجدت ذل النصرانية؟ لكن إذا رجعنا إلى هذه الفترة تحديدا سنجد حادثة مهمة وخطيرة تقع في القسطنطينية، وهي انقلاب عسكري كبير يقوده باسيل المقدوني. باسيل المقدوني في أصله كان أسير، أسره البلغار ثم بيع ووصلت به الظروف إلى القسطنطينية. طيب. ليعمل في إسطبل ميخائيل الثالث. ميخائيل الثالث أيضا يجب أن نشير إليه، ميخائيل الثالث جاء إلى الحكم بعد وفاة والده ميخائيل الثاني. وميخائيل الثاني في الحقيقة أسرة عمورية، عمورية العاصمة الروحية للأباطرة الرومان. في عهد المعتصم سقطت هذه المدينة بأيدي المسلمين، وهو انسحب إلى القسطنطينية، هي العاصمة طبعا العتيدة والقديمة والفريدة. من جاء إلى الحكم؟ ابنه ميخائيل، لكن عمره كان 6 سنوات. الوصي عليه أمه تيودورا وخاله قيصر باراداس. وتجد تطابق عجيب ومدهش بين رواية بشر بن سليمان النخاس ومعطيات التاريخ الروم، تاريخ الروماني في هذه الفترة، أنها أميرة. باسيل المقدوني الذي أصبح موظف في الإسطبل يروض حصان جامح. طبعا تيودورا أساءت استغلال السلطة، شنت حروب مدمرة ضد المسلمين وقتلت، أمرت بإعدام 16,000 أسير مسلم. رفضت الدولة في وقتها استلامهم لأنهم لا يقولون بخلق القرآن، يعني دخلت، هذا هو الفشل اللي وصل إليه المعتزلة في الحكم عندما أدخلوا هذه القضية جزء من العقائد ورأوا أن يفرضوها بالقوة. نعم.
أدت إلى طبعا غضب شعبي جدا، كثير من الدماء أيضا، كثير. نعم. الإمبراطور كبر وأصبح شابا ولكنه لم يتعود على الحكم. تيودورا كانت هي التي تقوم بإدارة الدولة. إدارة الدولة. نعم. بعد هذه المذبحة قيصر براداس شقيقها وأخوها وخال الإمبراطور أجبرها على دخول الدير واستلام مقاليد الحكم. أصبح ميخائيل إمبراطور يملك ولا يحكم. الذي يسير الدولة بالحقيقة هو قيصر براداس. وإذا رجعنا إلى تاريخ الطبري سنشاهد وفد عباسي يزور القسطنطينية بقيادة أسهر الشيعي. هذا شخص كان يرتب مفاوضات يعني حول تبادل الأسرى في وقتها، فيقول دخلت على الإمبراطور أو الملك فوجدت أن خاله هو الحاكم هو الإمبراطور. هذا مضمون الرواية يعني الحاكم الفعلي فعلي. ولذلك قالت السيدة مليكة أنها حفيدة قيصر، ونحن لا نجد في التاريخ إمبراطور اسمه قيصر، لكن من نجد؟ نجد قيصر براداس الذي هو الإمبراطور الفعلي والحاكم الفعلي للدولة الرومانية. إذن نفسه قيصر الروم الذي يطلق عليه قيصر الروم. نعم، كل حكام كل الأباطرة هم قياصرة، هم قياصرة نسبة إلى قيصر يوليوس أو جوليوس. ميخائيل عين هذا الشخص في الاسطبل، لكن بعد ترويضه للحصان هذا الجامح رقاه إلى رتبة رئيس التشريفات وزوجه عشيقته، عشيقة الإمبراطور. طبعا بقيت على خدمتها للإمبراطور حتى بعد الزواج. وهذا الشخص يعني للأسف هابط أخلاقيا، طلق زوجته وأرسلها إلى أهلها في اليونان أو في بلد آخر، وبقي مع هذه العشيقة زوجته الرسمية أصبحت. أقنع باسيل، لم يكتفي برئيس التشريفات، أقنع ميخائيل الثالث بأن قيصر براداس خاله يتآمر عليه وليسمح له بالقضاء عليه. طبعا أعطاه الضوء الأخضر، ويذكر جسمه يعني ذهب إلى مقطع النوم وتولى اغتياله. ثم عاد إلى الإمبراطور وبدأ يتمادى أكثر. عندما هدده الإمبراطور بالعزل اغتاله. ويذكر التاريخ طبعا ديورانت مؤلف قصة الحضارة له فصل خاص بهذه الحوادث، يقول خنقه بيديه الغليظتين. كان باسيل يتمتع بقدرات جسمية بدنية فائقة جدا، وأعلن نهاية الحكم الأسرة العمورية وبداية حكم أسرة جديدة هي الأسرة المقدونية، وسمى نفسه باسيل الأول. إذن هذه باسيل فيها السيدة مليكة. باسيل قضى على جميع الأمراء والأميرات بما في ذلك تيودورا الإمبراطورة التي أجبرت على دخول الدير. أيضا قتلها سنة 867 للميلاد. ما يعزز نظرية أو فكرة هروب الأميرات من القصر، بضمنها السيدة مليكة. طبعا السيدة مليكة في فترة سابقة كانت قد رأت رؤية عجيبة. نعم. رأت أنه النبي العربي يخطبها صلوات الله عليه، يخطبها من السيد المسيح لابنه الشاب، وتذكر طبعا توصيفاته، وتصاب بالحمى إثر هذه الرؤية، تصاب بالحمى إثر هذه الرؤية. حتى أن قيصر براداس في وقتها أراد أن يخفف عنها شدة الألم، فطلبت منه الإفراج عن الأسرى المسلمين، وقام بالإفراج عن كثير من الأسرى المسلمين الذين رفضت الدولة تقديم الفداء أو مبادلتهم بالأسرى. نعم. كيف هربت؟
تطوعت كممرضة في الفرق الرومانية التي تقاتل في الحدود، وطبعا تداوي الجرحى تمييض الجرحى. وهناك وقعت في الأسر، وعندما سألها الجندي المسلم عن اسمها قالت نرجس، قال اسم الجواري، وزهد فيها، يعني ليست أميرة مثلا أو شخصية أخرى. طبعا توصيفات لهذه السيدة أنها كانت مثقفة وتعرف، لديها إلمام باللغة العربية، هكذا جاء في التوصيف. عندما جاء بشري سليمان النخاس إلى نهر الصراط، طبعا هو بالحقيقة اسمه نهر الصراه يعني السراه، هناك كلمات كثيرة جدا ومفردات فارسية كثيرة جدا. إذا أقرأ الطبري تجد دخلت إلى الثقافة العربية. نعم. سراه يعني التفرع الثلاثي، سراه. نعم. تقاطع ثلاثي. في هذا النهر هناك تقاطع أو يتفرع من نهر آخر، يعني ثلاثة فروع نهرية. طيب. هنا سوق الرقيق. تم شراء السيدة من هذا المكان. السيدة نرجس سلام الله. نعم. نعم. سلام الله عليها. وفي الطريق تتحدث عن قصتها، وتقول أيضا الإمام الهادي تعترف بأن النصرانية تتعرضت للذل حقيقة. نعم. لأن هذه الشخصية طبعا شخصية دموية هابطة أخلاقيا، يعني باسيل يمكن تشبيهها بصدام إلى هذا الحد، كما يمكن تشبيهها أيضا بالمتوكل العباسي الذي حكم الدولة الإسلامية 15 سنة بالحديد والنار. هذا التطابق بين الروايتين، بين هذه المعطيات، طبعا بعض المستشرقين يستبعد أن تكون هذه السيدة من علية القوم، يعني يستبعد أنها أميرة، وإنما هي فتاة عادية تعمل في التمريض. نعم. أضر الأستاذ كمال المقاطعة، لدينا اتصال ومشاركة من الدكتورة سادسة من العراق. دكتورة السلام عليكم. نعم. أحيي سماحة الأخ الفاضل الدكتور كمال والأخ الكريم حسين. نعم. وأبارك لكم الولادة الميمونة للإمام الحجة. شكرا. وأسأل من الله أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. نعم. سماحة الدكتور الفاضل، ذكرت في بداية الحلقة عن فكرة المهدوية في عهد العبيدي في عهد الفاطميين. يعني كم تمنيت أنه تتوسع في هذا الموضوع، أو حتى في الحلقة الآتية والحلقات اللي سوف تتكلم عنها في يعني مستقبلا. نعم. سماحة الدكتور، من خلال طبعا من خلال أنا اختصاصي مغرب وأندلس، وعندي أحد الطلبة كتب أنطيته موضوع دعاة الفكرة المهدوية في المغرب والأندلس في عصر الفاطميين والموحدين، يعني وجاء بنتائج كثيرة. يعني رأيت من خلال الروايات أن الآثار السياسية للمهدوية كان لها صدى عميق الأثر في المغرب، لا سيما وأن البربر كانوا يناجون ويؤكدون على الالتفاف حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبالتالي زاد هذا من مقبولية الفكرة المهدوية بسبب الاضطهاد والسياسة العباسية، ليس للفاطميين حتى للموحدين زعامة محمد بن تومرت، وبالتالي أصبحت أرادوا التخلص من هذه السياسة، فوجدت الدعوة للفكرة المهدوية ملاذا وحصنا لكل مضطهد من هذه السياسة، وبالتالي رفع الشعارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ويبدو من خلال الروايات أن عبيد الله الشيعي اختار وقتا مناسبا لظهور الإمام المهدي، ثم أن الفكرة المهدوية أو ولادة الإمام المهدي كانت قريبة العهد بالعصر الموحدي والفاطمي، وذلك عندما ضعفت الدولة العباسية بخلافة المتوكل استطاع أن يسيطر على المغرب وانتزاعها من بني الأغلب، وأن يسيطر على أجزاء من بلاد الشام، وبالتالي كان لها أثرها في بلاد سادها الجهل وملاذ
وأصبحت وبسبب تأسف الحكام. فبالتالي أن أهل المغرب لا سيما البربر كانوا يتضجرون من سياسة وحكم العباسيين. وعلى هذا الأساس كان المهدي من تومرت يزرع في أتباعه الثقة بالنفس، وظهر من خلال الروايات أن المهدي من تومرت لم ينادي بالفكرة المهدوية، يعني لم له شخصيا، وأن من الناس التفوا حوله لأنهم أرادوا التخلص من الاضطهاد العباسي. مع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتورة سالس على الاتصال والمشاركة. نعم أستاذ كمال، ما هو تعليقكم فيما ذكرت الدكتورة في عجالة ونعود الموضوع؟ نعم إن شاء الله بإذن الله إذا سنحن في الحلقات القادمة ربما نتعرض عندما نتحدث عن شخصية الوحيد البهبهاني في الحلقة القادمة بإذن الله. إن شاء الله نتعرض إلى هذا الموضوع لأنه أيضا له علاقة له صلة بهذا. نعم. نعود إلى موضوعنا حقيقة، يعني مسألة الإمام المهدي ليست بهذه البساطة بهذه السطحية، سيء استغلالها كثيرا، لأن قد يكون أحد أسباب سوء الاستغلال من هذه القضية هو الظروف الغامضة التي حاطت بولادة الإمام سلام الله عليه. نعم. الغيبيات التي دخلت، الإعجاز الذي أحاط بهذه الولادة. مع الأسف الشديد نرى بعض الكتاب يصرح لماذا لم يعلن الإمام المهدي أو عن ولادته أو عن ظهوره في زمن المعتضد العباسي، وهذا شيء غريب جدا. لم يعلن عن لم يعلن هو الإمام نفسه. نعم. نعم، عن ظهوره ووجوده في زمن المعتضد العباسي الذي كان ليست له مشاكل مع العلويين. طبعا تعرفون انه المتوكل العباسي شن حربا شديده جدا شرسة ضد العلويين. نعم صحيح. وكانت لديه مشكله مع الإمام علي سلام الله عليه، حتى عن علي بن الجهم تطرقنا في حلقات سابقة. علي بن الجهم تقرب إلى المتوكل قائلا لقد عقني أهلي سموني عليا، قال نعم ما تقربت به، ومنحه ولاية البحرين. نعم صحيح. إلى هذا الحد كان المتوكل يشن. ولذلك عندما حصل الانقلاب العسكري بقيادة ابن المنتصر مع مجموعة من الضباط الأتراك، تنفس العلويين الصعداء وأفرج عنهم، بدأوا بالظهور، بدأوا يعني حياتهم الاقتصادية أيضا انتعشت بسبب دعم المنتصر لهم. لكن المنتصر لم يحكم سوى 6 أشهر، ثم اغتيل على يد الطبيب ابن طيفور بمبضع مسموم أثناء الحجامة بتدبير من الضباط الأتراك الذين تخوفوا أن يقوم المنتصر بخطوة انتقامية ضدهم باعتبار الانقلاب العسكري كان بقيادة الضباط الأتراك. نعم. هذا الكاتب يقول لماذا لم يعلن المعتضد الإمام المهدي عن ظهوره ووجوده في زمن المعتضد، في حين أن المعتضد تحديدا هو من نظم حملتين لاقتحام قصر الإمام الهادي في سامراء عندما كان يحكم في بغداد المعتضد. طبعا المعتضد هو ابن الموفق العسكري، الموفق العباسي، قائد الحاكم العسكري العام للدولة العباسية والقائد العام للجيوش العباسية. كان في زمن المعتمد أخوه كان يحكم، يملك ولا يحكم المعتمد، ولذلك استمر في الحكم 20 سنة. الأفراق من جاب المعتمد بعد قتل المهدي؟ نعم. المعتضد هو ابن الموفق العباسي، سمي الموفق لانتصاره بالحرب الأهلية، انتصار سامراء على بغداد. نعم. أثناء هروب المستعين من ثم إعدامه. على أي حال المعتضد العباسي وهو في ظل والده اللي هو الحاكم العسكري العام، نعم، في ظل حكومة المعتمد التي لا تملك شيئا من الحكم، كون جهاز سري للاغتيالات في هذا الوقت المبكر، يعني من سنة 261 هجرية هو كون هذا الجهاز واختال به رئيس الوزراء عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان. في هذه الفترة عندما جاء إلى الخلافة بعد وفاة والده
واغتيال المعتمد في سهرة ليلية على شواطئ دجلة. طبعا يذكرون أنه أكل كثيرا، لكن هناك روايات تقول أنه مسموم، والحقيقة أنه مؤشرات كثيرة أنه دس له السم. نعم. المعتمد كانت لديه علاقات طيبة مع أئمة أهل البيت في وقتها، ونظم حملتين، حملة على سرية جدا، سرية جدا، بقيادة أحد الضباط ويدعى بدر، اللي اغتال عبيد الله بن يحيى رئيس الوزراء في عهد المعتمد، واقتحام القصر وقتل من يجدون في هذا المكان بلا سؤال ولا جواب. نعم. فكيف تطلب؟ ثم هو الذي ألقى القبض على تنظيم بقيادة شخص اسمه شملة أو شميلة، هذا أخو بوران بنت الحسن اللي كانت تملك القصر الحسني. المعتضد طبعا اغتصب هذا القصر وطرد السكان مالت، وهو إلى أن بنى قصوره في بغداد، سكن في هذا القصر، كان يحكم هذا، ألقى القبض على هذا الشخص، ووجد تنظيم سري يدعو إلى شخص علوي لم يكشف عن اسمه. وعندما ألقي القبض على هذا الشخص هو رأس التنظيم اللي هو أخو بوران زوجة المأمون بوران بن سهل. نعم. شواه كما تشوى الدجاج، كما يشوى الدجاج. نعم. بهذه القسوة، معروف دموي جدا. حتى لقب بالسفاح الثاني، السفاح الأول المؤسس الدولة العباسية، هذا لقب بالسفاح الثاني لشدة بطشه، وطبعا أصيب حالة من الجنون، هذا ما نقدر نتعرضه، إلى صلة طبعا موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن تراءت له خيالات، وشخص يلاحقه في أروقة القصر ويسمع اصطفاق الأبواب، حتى بنوا مادة هشة على أسوار القصر وألقوا القبض على شخص لا يحسن العربية، وتم استجوابه ثم إعدامه. وفي هذه الفترة أيضا ألقي القبض على شخص من القرامطة يدعو إلى الإمام المهدي. طبعا القرامطة تحالفوا مع الدولة الفاطمية في هذه الفترة، واحتلوا الكوفة ودخلوا برايات بيضاء مكتوب عليها هذه الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كان هذا شعارهم. هذا شعارهم. نعم. لأنهم تحالفوا. في دقيقتين من الوقت لدي أستاذ كمال، بعض الكتاب الذين ذكرتم بأنهم يشكل على الإمام لأنه لم يخرج أو يعرف عن نفسه في زمن المعتضد العباسي. نعم. نعم. يعني عندما نستقرأ التاريخ، المعتمد العباسي ذكرتم قبل قليل بأنه كانت تربطه علاقات جيدة بأئمة أهل البيت سلام الله عليه. يعني طيبة. لا. طيبة على قدر أنه أخف وطأة من. نعم. غيره. نعم. كان الأولى مثلا الإمام يعرف عن نفسه في تلك الفترة، وكانت في زمن 256 استلم المعتمد. نعم. العباسي. نعم. نعم. يعني هذا ليس بالإشكال الذي يشكل مثلا. ولذلك أنا أذهب إلى أن ولادة الإمام المهدي سنة 256 هجرية في النصف من شعبان. لماذا؟ لأن الإمام الحسن العسكري في وقتها في زمن المعتمد المعتز، هذا كان دموي مثل والده المتوكل، وهو. نعم. الذي أمر باعتقال الإمام الحسن وزجه في السجن. سلام. ويذكر الله التاريخ طبعا. نعم. يذكر التاريخ أنه الإمام الحسن شاب 28، ولكن عندما خرج من السجن كان يبدو شيخا في 80 من عمره. سلام الله عليه. أستاذ كمال الكاتب والروائي، شكرا للمعلومات القيمة التي قدمتموها في حلقة اليوم. انتهى وقت البرنامج، وإن شاء الله لنا لقاء في الأسبوع القادم. شكرا لكم، وشكري أيضا موصول للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة. لنا لقاء في حلقات أخرى من برنامج تراثنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.